مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم لفائف الجبنه. عندنا زبده ذوبتها، سمسم، حبه البركه او الحبه السوداء، جبنه عكاوي او اي نوع جبنه بتفضلوها. لفائف البقلاوه، لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بدهن شوي خفيف زبدة، وفينا نحط نخلط الزبدة وسمنة مع بعض بهيدا الشكل. بحط جبنة بهيدا الشكل مقطعيتها، بحط جبنة كمان هيدي الطريقة، وبلفها للورقة. بسم الله. هيدا الشكل كمان راح ادهن ورقة تانية. نفس الشي بحط الجبنة بقلبها، الورقة اللي لفيتها، وبلفها على الورقة الأولى. بهيدا الشكل. طريقة جدا سهلة وسريعة وطيبة. صارت السماكة كتير بتعقد. بحط العجينة على جنب وبقطعها على حجم الجبنة بهيدا الشكل. هلا بدهن صينية زبدة من الأسفل وبصف لفائف الجبنة بهيدا الشكل. هلا بعد ما حطيتهم بهيدي الصينية، حطيتهم بصينية أصغر أفضل، بدهن زبدة. برش سمسم، قصم رح رش سمسم وقصم حبة البركة. هلا بحطهم بفرن محمم سباقا على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هيدي لفائف الجبنة اللي عملتها أنا وياكن. شكل بعقد كتير حلوة. هيدي كمان من الأسفل. هيدا الشكل النهائي. أو سخني. هيدي من الأسفل. هيدي لفائف الجبنة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.